فضيلة الشيخ في نظركم، يقول هذا السائل أبو عبد الله، ما هي ضوابط الرقية الشرعية الصحيحة؟ وهل للإنسان أن يقرأ على نفسه وعلى أولاده إذا أصابهم شيء؟ الرقية الشرعية ما كانت من كتاب الله عز وجل أو من الأدعية الشرعية، ويتوكل على الله عز وجل ويعتقد أن الشفاء من الله، وأن الرقية سبب، أن الرقية سبب من الأسباب، وأما الشفاء فهو من الله عز وجل. ويشرع للإنسان أن يرقي نفسه وهذا أحسن، أو وكذلك يرقي أولاده هذا أحسن. نعم.